استاذ عمرو سيدي النائب البرلماني، بنسال حضرتك ايه رايك في الكتاب بتاع دكتور عبد العاطي؟ طبعا هو كتاب رائع شامل، يعني واضح انه دكتور عبد العاطي وضع فيه مجهود كبير على مدار فتره زمنيه يعني كبيره. هو بيجسد ما نحاول أن نقوم به في قانون، ده يمكن هيبقى مرجعية للائحة التنفيذية فيما يخص المناطق الاستشفائية وحقوق المقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة. لا طبعا كتاب أكثر من رائع، ومش عايزين نقول كلام كتير، خلي القارئ هو اللي يستمتع بقراءته والمعلومات اللي فيه.